شجر رسول احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد ومتجدد من هلا سألوا عبر خامسة التلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. نرحب في بداية برنامجنا بفضيلة الشيخ محمد الشيخ. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مرحبا أستاذ، وش رأيكم؟ لا بأس، الله يحفظك ويبارك فيك، كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك سعيد لكل المشاهدين الأعزاء الذين يتابعوننا. الله يحفظك. تلقيناش من نعم من قبل العيد ان شاء الله، الله يدوم اعيادكم ان شاء الله. امين، الله يحفظكم علينا وعليكم ان شاء الله. كما نسعد ايضا مشاهدينا الكرام باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينيه والفقهيه عبر الارقام التي تظهر اسفل الشاشه من حين الى اخر بعد موضوع هذا اليوم ان شاء الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. والفراغ نعمة لمن استفاد وشغله بما يقربه إلى الله عز وجل، ونحن في موسم إجازة لابد لنا أن نستغل هذه الفرصة لنا ولأبنائنا حتى نغرس فيهم غراسا يستفيدون من خلالهم في هذه الإجازة المباركة والطيبة في حياتهم اليومية. كل هذا غراس الإجازة مع فضيلة الشيخ محمد الشيخ. تفضل شيخنا. شكرا أستاذ عبد المعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما بعد، أيها الأعزاء والأكارم، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا حديث صحيح، حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حقيقة مغبون فيهما كثير من الناس، لأن الناس في أغلب الأحيان لا يقدرون هاتين النعمتين. أولا لابد أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة أنهما نعمتان، الصحة. من تمتع بالصحة فقد تمتع بنعمة عظيمة، ومن تمتع بالفراغ فقد تمتع بنعمة أيضا. لكن هذه الصحة كما لا يجوز إهدار هذه الصحة وتحطيمها وفعل ما يناقضها أو يضعفها ويوهنها، كذلك لا يجوز أن يرتكب الإنسان ما يهدر الفراغ. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أراد أن يقول: اغتنم صحتك واغتنم فراغ. هذا هو المقصود، اغتنم صحتك. لذلك في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك. فالإنسان معرض، أولا معرض للكبر، هذه وحدة، يكبر الإنسان. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذه الحالة: اللهم ربي، هكذا في الحديث الصحيح، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. الكسل الكسل الذي يمنعه من ملء الفراغ، وسوء الكبر المرحلة التي يتردى إليها بعد ذلك ولا يستطيع أن يقوم بشيء. قلت فالإنسان معرض للكبر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، معرض للمرض، والمرض مقعد للإنسان لا يتركه يعمل براحة، واثنين ومعرض للعجز. العجز يقدر الإنسان يعجز، ولا الكسل، يصاب بالكسل. ولذلك
حسن استغلال هذه الصحة قبل فواتها، قبل فواتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ضرورة اغتنام هذه الحالة تحسبا لحالة أخرى. هذه الحالة هي التي قال عنها في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يفعله صحيحا مقيما. هذا الإنسان العام هذا ما قدرش يصلي التراويح مثلا، على سبيل المثال لم يستطيع أن يصلي التراويح، فالملائكة تسأل ماذا كان يفعل بالعادة العام الماضي وقبل العام الماضي؟ وش كان يدير؟ كان يصلي التراويح. والعام هذا لماذا لم يصلي التراويح؟ لأنه مسافر اكتب له. أو لماذا لم يصلي التراويح؟ قال لأنه مريض. ما دام مريضا فإن الملائكة تجري له أجره الذي كان يفعله صحيحا. ولذلك احنا عدنا مثل بالدرجة نتاعنا: اخدم يا صغري الكبري، اخدم يا صغري الكبري، فعلا يعني حقيقة. والفراغ الذي أمرنا أن نملأه بما ينفع، والذي ينفع أشياء كثيرة جدا، سيما ونحن مقبلون على فترة أبنائنا، سيما أبنائنا مقبلون على أو بدأوا في الإجازة. ولذلك من العبث أن يهدر أوقاتهم. للأسف يعني هذه ملاحظة في كل البيوت، ليست ما من بيت إلا ويعاني من فراغ الأبناء. وفراغ الأبناء الآن مملوء بشيء واحد أستاذ عبد المنعم للأسف الشديد، وهو الهاتف الذكي، التقليب، ما هوش عارف وش يدير. لو كان يعني سويعة كما يقولوا عادي جدا يحتاجه الإنسان، ولكن أن يضيع وقته كل هذا، نقول نستعمل تعبير يضيع، نستعمل تعبير يضيع، لأنه كيما ذاك الإنسان اللي راح يشري مش عارف يشري، مش عارف، تقول له وين نروح من محل نروح، ولا ما على باليش امشي وخلاص، يمشي يشوف محل يقول لك خلي وقيل نشوفه هنايا، بالكش ما نصيبه حاجة، مش عارف. بينما الإنسان المفروض راه عنده عارف وش يشري، قال روح المحل الذي يبيع كذا، يبيع كذا، يبيع كذا، مباشرة عارف الهدف تاعه. فأغلب الأحيان في الهاتف الشباب لا يعرفون، ما نقولوش الهاتف ليس فيه فائدة، وما نقولوش بأنه هذا الوسائط الاجتماعية ليس فيها فائدة، لا فيها فائدة. وبعض الوسائط معروفة دون أن أسمي، تنضبط على حسب رغبتك أنت. نعم. تنضبط يقول لك فيها مواد، لا أنت الذي صنعت هذه المواد، ستنضبط ومن خلال الذكاء الاصطناعي المعروف، فإن هذه الوسائط ستعمل على إيراد الفيديوهات التي تحبها وتريدها. ولذلك انظر إلى نفسك، ما يصحش الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولو أنه حديث ضعيف، ولكن ذكره على أساس يعني ذكرت بأنه حديث ضعيف فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يتحسر أهل الجنة، أهل الجنة ما يتحسروش إلا على ساعة مرت عليهم دون أن يذكروا الله. يعني معناتها ما هوش يتحدث عن المحرمات واللي دارها ولا لا، ساعة لم يذكر فيها الله تعالى، لم يستغلها لذكر الله تعالى. ولذلك مليح الإنسان يوازن في حياته، وعنده إن لنفسك عليك حقا، صحيح يعني أنك تحتاج إلى راحة، تحتاج إلى بحر، تحتاج إلى ترفيه، يعني ترفيه، هذا كلها مقبولة وجائزة وحق الإنسان، ولكن لا يصح أن يجعل وقته كله بهذه الصورة. عنده يقرأ، يحافظ على صلاته، يحافظ على أوراده، ويرد القرآن الكريم، ويرد الأذكار، ويرد الصباح، ويرد المساء، يجعل فرصة يحفظ جزء من القرآن الكريم، مش كل القرآن الكريم،
أنا واحد مني أستاذ عبد المعين ذكرها، يعني ما يش حفظت القرآن الكريم فقط في خلال في فترات الصيف فقط، من خلال فترات الصيف فقط، كل عام كل عام كل عام كل عام كل عام، ولله الحمد يعني ختمته، ولذلك ما ذكرتهاش على نفسي مدحا لها مع الله، وإنما ذكرتها نموذجا يمكن أن يحتذى، لأنه مش أمر يتخبى هذا، فيمكن الإنسان أن يستغل فترة الصيف لكثير من الأمور النافعة، وما يضيعش وقته في حاطب بليل لا يعرف ماذا يفعل، مغمض عينيه ويحوس واش جاب يرفد واش جاب. وبالله التوفيق. بارك الله فيك، الله يجزيك خير، شكرا على هذه النصائح. نشرع مشاهدينا الكرام في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، والمستفتح إن شاء الله من ولاية سطيف سيدة لمياء. السلام عليكم لمياء من سطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام، حابة أنزل معطب الشيخ أو يسمع فيك الشيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ترى سيدة لمياء، أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ، حابة أسألك سؤال. كان عندي 21 سنة كنت مريضة، كنت يعني نقعد يا ربي بزاف، نقول واحد يا ربي وبالكفارة وبالحرام وباليمين القاطع هكا بالسماء، نقول مثلا ندير غير الليل في الليل، هذا السماء هذا الصفر، نقول بالحرام وعد ربي وبالكفارة باليمين القاطع، في دقيقة فضلت الشيخ نقول يعني بزاف، ماش يعني يا نقول بزاف. تستعمليه كل وقت؟ في كل وقت نقول بزاف. اي نعم، في دقيقة برك نقول يعني بزاف. مش حاب انا نعرف هذا الشيخ وش الحكم تاع الشيء هذا. والسؤال الثاني، بريت سنة من وليت ما نقولش الوعد ربي وبالكفارة، وليت ما نقولهاش، ولا ذوك الوسواس ندير النذر بزاف في بالي، ننذر بزاف فضيلة الشيخ، حاولت نحيه من بالي ما قدرتش. كيفاش تنذري؟ باش تبرأي؟ نعم؟ تنذري باش تبرأي؟ لا مش باش نبرأ. فضلت الشيخ ذكر هذا السؤال الثاني، وذكر فضلت الشيخ قلت لك عاوز ننذر بزاف. كيفاش تنذري؟ كيفاش الطريقة؟ حاجة هذيك للدار، جيني كشغلاني قلت له راح ما فهمتش طريقة هذا الشيخ. أنا في حيرة، جاوب قدام الإمام جاوبوني، السنة سألت قدام الإمام جاوبوني وما صرتش راحتي، راني في حالة لا يرضى لها. القرآن فضلك الشيخ ما قرأتش القرآن، ما نصليش، ما على باليش كيفاش ندير، حابة جاوبني إجابة شافية الله عليك، ما يتمنى فضلك الشيخ، وأنا على بالي واش راني نهدر. فهمت لي فضلك الشيخ؟ نعم. عندك الوسواس اختي لمياء؟ واضح. نعم؟ عندك الوسواس؟ هاي عندي وسواس. ربي يشافيك ويعافيك ان شاء الله، والشيخ يوجهك وينصحك ان شاء الله، وان شاء الله تتغلبي على هذا الامر ان شاء الله. فضل الشيخ، حابه نفهم دوك يعني حلي تاع الكفاره واليمين القاطع هذا، ونوعد ربي بزاف وننذر بزاف، هذوك انا ندوي عن طبيبه نفسانيه، حابه نعرف كيفاه يعني واش راح ندير، راني في حاله لا يرضى لها. الله يسترك فضل الشيخ، جاوبني اجابات يعني لا تشفيني ان شاء الله. ربي يقدرك. ما نصليش، كي نعود راني نصلي هكا نقرا الحمد لله، وراني كيما اخر مع النذر في قلبي، نقول في قلبي ساعات نتلفظ بها فضل الشيخ، ساعات نتلفظ بيه انا. واضح اختي، ما فهمتش تو كيفاه راح ندير، راني مسافر الصلاه مانيش نصلي طول، مانيش نقرا قران، كي نقرا قران هكا والله نذكر ولا ندير عبدك في بالي باللي مريض، نقول نذكر كي يرتاح نذكر هكا الواحد، ما قلت كيفاه ندير فضل الشيخ. واضح سيدة لمياء، ربي يشافيك ويعافيك ويقويك ويقدرك إن شاء الله. تبعي تعليمات وتوجيهات الشيخ وإن شاء الله تتغلبي على الأمر نتاعك إن شاء الله. شكرا، في حفظ الله. بارك الله فيكم. مع السلامة. وفيك بارك. مع السلامة. أم محمد من العاصمة، السلام عليكم. أم محمد راهي معنا؟ شيخنا، هناك بعض الأسئلة لم نتمكن من الإجابة عنهم في الحصص الماضية. طيب، السيدة سعاد من فرنسا سألت عن أخيها المتوفي رحمه الله،
تقول لك في فرنسا منحة الوفاة تعطى للأم، وهذا الأخ الله يرحمه ويوسع عليه قبل وفاته ترك سيارة، السيارة هذه كان تصرفت فيها وبعتها وسددت يعني بعض الدين اللي كان عليه وبعض مصاريف الدواء والعلاج تاعه هو، يعني قبل وفاته كان لازم يتطلب يعني بعض المال وأنا اللي كنت نصرف عليه ورجعت الدين اللي كان عليه. تقول لك الآن كابيتال دي سي هذه أو شهادة منحة الوفاة في قانون الأسرة الفرنسي يعطى ويكتب باسم الأم، هل يقسم على الورثة؟ وما بقي من مال السيارة هل يقسم على الورثة أم يعطى للأم؟ الورثة اللي هما؟ اللي هما الأم والإخوة والأخوات وأخ توفي رحمه الله يعني قبل أخيه وترك ابن. هو الحاجة الأولى ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، هو ما عندوش، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. نعم. بعد قال فإن كان له إخوة، هذه الحالة، فلأمه السدس. إذن فلأمه السدس. نعم. الأم عندها سدس. السدس، والباقي يروح للإخوة والأخوات، الباقي يروح للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. إلهما زوج ذكورة وزوج بنات تولي ربعة ستة، تقسيم ستة، واحد للبنت وزوج للذكر. نعم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هذا فيما يخص السيارة، السيارة اللي تباعت، أنه يتنحى منها الدين، الدين يخلصوا الحقوق كلها، الحقوق اللي هي مشات تاع العلاج وتاع الدفن وغيرها، وما بقي لا يتصرف فيه إنما هو للورثة، والورثة والورثة هنا الأم لها السدس، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. الابن هنا ابن الأخ. لا لا لا، عندنا الإخوة هما اللي يحجبوا. يحجبوا. إيه نعم، الإخوة والأخوات. عدنا بعد ذلك منحة الوفاة للكابيتال دي سي. منحة الوفاة الآن احنا يعني الفقهاء حاليا الفقهاء مختلفون في منحة الوفاة، هل هي إرث يقسم بين الورثة أو أنها منحة تقسم على حسب الجهة المانحة، الجهة اللي راهي تمدها. وما دام الخلاف موجود وهو خلاف قوي يقوى، أنا أفتي وأقول بأنها تعطى سواء في الجزائر أو في فرنسا، لأنه بنفس الصورة، حتى في الجزائر الجهة المانحة هي التي تحدد. إذا أعطي المال ولم يحدد مليح يروح ميراث. نعم. لكنه إذا حدد فينبغي أن يصرف إلى الجهة التي حدد لها، وهي الأم. الأم ما عندوش زوجة وأولاد، إذن تروح للأم، الأم نتاعو، وبالتالي تروح بمثل هذه الصورة، تروح على حسب ما تذكر الجهة المانحة. نعم، بارك الله فيك. الله يسلمك. أيضا تسألوا على الفريضة، يقول لك يديروا الفريضة ولا ما يديروها؟ طبعا لازم يديروها. طبعا، لأنه عنده مال السيارة. نعم، مال السيارة. مال السيارة لازم له فريضة. نعم، بارك الله فيك. الله يجزيك خير. أيضا السيد محمد من المنيعة يسألوا عن الأضحية بالميزان، هل يجوز شراء الأضحية بالميزان؟ عندما نرجع إلى الكتب القديمة، الفقه المقعد قديما، المسألة غير مطروحة. نعم. غير مطروحة، ما كانتش معروفة، لأن الأصل في الأنعام أن تباع جزافا. نعم. جزافا برؤية العين، قال أعطيها لي وري نشوفها، يشوفها بالعين ويمد الثمن نتاعو، يقبل ولا يرفض، واحد يمد الثمن والآخر المشتري يقبل ولا يرفض. نعم. هذا هو الأصل. لكن الآن هل يجوز بيعها بالميزان؟ الميزان قلت مسألة جديدة، مش مسألة قديمة، ما كانتش معروفة، هذا ما كانتش معروفة، وبالتالي فقهاء المعاصرون مختلفين فيها من المجيز ومن المانع.
والصحيح الصحيح الصحيح الذي تطمئن إليه النفس هو صحة البيع، جواز البيع. جواز البيع على أي أساس أستاذ عبد المهين؟ لما نشري الخروف بالميزان أنا أعلم بأنه فيه أشياء ترمى، اللي هي مثلا الصوف، القرون، ما في بطنه، ما في بطنه من أمعاء دقيقة أو حتى من الأكل اللي راه موجود، هذا أعلمه. وزيد أنه الثمن الذي يباع به الخروف للكيلو لما نوزنه أنا أعرف شحال راح يجيب لي من الكيلو. نعم. بعد ما نحي هذا الكلام عارف بالتقريب. ها؟ إيه؟ إذن لما نوزنه ولا متعارف عند الناس أنك كي توزنه شحال عندك 20 كيلو، قال مثلا جاب لك 50 كيلو، عرف باللي فيه 30 كيلو مثلا، نحي 20 كيلو. 20. ولات متعارفة عند الناس. أصحاب الخبرة يعرفون. الخبرة يعرفوا هذا، وبالتالي فالبيع بالميزان ما يعطيكش الميزان الحقيقي، يقرب لك الميزان. نعم. وبالتالي أصبح معروف، أنت شبه معروف. زوج. ثلاثة. هو لا يبيع الأضحية الحية، لا يبيعها بسعر اللحم، بسعر اللحم أقل منه. لماذا؟ لأنه عارف بأنه كثير من الأمور راح تزول منها، وبالتالي فأغلب الظن أنه ليس فيه غرر، إنما سيما إذا كان متعارف عليه. وأعرف أنه فيه بلدان متعارف عليها لا تباع إلا بمثل هذه الصورة، وبالتالي الميزان هو يقرب لك الحقيقة، وبالتالي صحيح أنه طبعا يعني يقدر يسمع واحد آخر يقول له لا يجوز. أنا ذكرت القولين. نعم. والقولين موجودين، ولكن الذي اطمئن إليه من خلال فتاوى كثير من العلماء الجواز. لماذا؟ لأنه يعطي لك سعر تقريبي يتفق عليه، ثم فيه تراضي بين البائع والمشتري، يقول لك أنا على بالي باللي موش هو كي نقولوا كبش نوزن ونصيب فيه 50 كيلو، عارف باللي لما نذبحه ما نصيبش فيه 50 كيلو، أنا عارف. نعم. عارف باللي نصيب فيه 30 كيلو، 20 كيلو تروح. نعم. عارفين هذا، ومن بعد ندير حسابي باللي 30 كيلو بسومة كذا عطالي كذا، إذا قلت خرج عليا إذا لباس. نعم. فلا حرج. لا حرج. يسأل محمد في سؤاله الثاني، وسأله يعني عدة مرات واتصل، وهو يؤكد على الشاة الخنثى، هل يجوز يعني ذبحها؟ احنا جاوبناه على الشاة المخصية. نعم. هو يؤكد على الخنثى التي لا يعرف جنسها، هل هي ذكر أم أنثى؟ هل يجوز يعني الأضحية نضحي بها ولا لا؟ أولا السؤال الأول، هل يجوز تضحية بالكبش المخصي؟ نعم. نعم. هل يجوز تضحية بالأنثى؟ نعم. نعم. ما المانع من أن تكون أن يكون الحيوان خنثى؟ ما المانع؟ كاش مانع. نعم. أولا زوج حوايج، الحاجة الأولى أنه عندما نقرأ العيوب التي ترد بها الأضحية والتي لا تجوز بها، هل نجد ذكرا لهذا العيب؟ لا نجد. وبالتالي العيوب محصية، محصاة. العيوب محصاة وليس منها لما تقول لي مثلا السجارة هل هي ناقض للوضوء؟ نقول لك أدرس نواقض الوضوء، درستها ولا ما درستهاش؟ درستها. 17 ولا 16 ناقض الوضوء، أسباب وأحداث وأسباب وغيرهما. نقول لك هل تجده ضمن هذه الأسباب الأحداث والأسباب؟ قل لك لا. إذن فهو ليس ناقضا للوضوء، قد يكون الحكم تاعه من يحرم ومن يكره ومن يعتبره ضررا وخبثا. نعم، هذه كلها فرائحة كريهة وكل هذا، لكن رانا نتكلموا على الوضوء، هل الوضوء ينتقد؟ نقول لك لا ينتقد. هذه أحكام فقهية. نفس الشيء بمعنى كيف شفتينا هذا، لأننا لم نجدها في نواقض الوضوء. نعم. موجدناش. نفس الشيء العيوب التي ترد بها الأضحية أو التي لا تجوز بها الأضحية، هل نجد من بين هذه العيوب أن لا تكون خنثى؟ لم ينص على ذلك أحد من الفقهاء، ولا فقيه من الفقهاء لم ينص على هذا، وبالتالي
نقول الظاهر من خلال النصوص، من خلال أنها أولا ليست من العيوب التي ترد بها الأضحية أولا، ثانيا من خلال جواز الأضحية بالمخصي وبالأنثى، فلا مانع من أن تكون بمثل هذه الصورة ويضحى بها. طبعا والأفضل أن يضحى بالكبش، والأفضل أن يضحى بالكبش، هذه واضحة. نعم. الأفضل، لما نقول الأفضل، الأفضلية لا، الأفضلية لا تنافي الجواز، ماشي معناتها لما نقول أفضل معناها لا يجوز، لا، الأفضل بمعنى أنه يجوز لك أن تضحي، لكن حرصا على الأفضلية أن يضحى بالكبش. الكبش شيخنا هذا نقدر نقول يعني حتى يعني الشاة عندما تكون مريضة تذبح، فهذا يعتبر من المرض، تذبح لكن كأضحية لا. لا نعم. الأضحية لأن الأضحية عبادة. نعم عبادة. لا أخرى لحم في الأكل. إنما يعني هو مثلا من ذبح قبل الإمام قال فإنما هو لحم قدمه لأهله، جائز، مش معنى حرام ما يأكلوش. نعم. هو جائز لكن ما يكتبلوش الأجر تاع الأضحية. الأضحية نعم. إذا كان فيها العيوب، تلك العيوب تضحي بها، هل يجوز أنك تذبحها؟ نعم يجوز تذبحها. كلحم. لكن لا تكون كأضحية. نعم. العرجاء البين عرجها، تضلع العمياء، العوراء، العيوب المعروفة. فهل العوراء تذبح أم لا تذبح؟ تذبح. لكن لا تذبح كأضحية. أضحية. تذبح. نعم. لحم يقدمه لأهله وهو جائز. نعم بارك الله فيك، الله يجزي خير، إن شاء الله يكون الأخ محمد إن شاء الله تعالى. إن شاء الله سمع الجواب وربي يوفقه إن شاء الله. سيد بن حليمة من تيارة يسأل عن الوليمة، متى تكون مباحة وما هي محاذيرها؟ أعتقد ما كانش حاجة محددة بقدر ما الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن شر الوليمة وليمة، أو شر الوليمة وليمة يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. نعم. هذه مش مليحة. الوليمة التي يرتكب فيها ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، واضحة. كل ما نهى عنه الله تعالى أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويرتكب في الوليمة، فهذه الأمور لا تجوز. ولا تجوز مش في الوليمة فقط، كاين أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأصلا وليس في الولائم، إنما قد لا يرتكبها الناس في غير الولائم يرتكبونها، وبالتالي كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الإثم الذي ينبغي أن يترك ولا يصح أن يحضره الإنسان أو يحضر ويجتنب، وبالله التوفيق. الله يجزيك خير ويبارك فيك. سيدة لمياء مصطيف 20 سنة وهي مريضة، تقوم الليل تدعو الله عز وجل بأن يصرف عنها المرض، لكن تقول لك المرض نتاعي الوسواس هذا القهري اللي راني عايشه وما حبش يروح عليا، حتى أنه بعض الأحيان نقول علاش ربي راهو داير فيا هذا المرض، وحتى أني وليت ننذر بزاف، وليت ما نصليش، وليت ما نقراش القرآن. تقول لك إجابة يعني تشفي بها يعني خاطري وتعيني فيها على صلاتي، ونكون يعني كما يلزم الحال، نقوم الليل ونصلي ونقرأ القرآن لأني مريضة مريضة. نعم. مريضة. أستاذ عبد المنعم، نقول أختنا لمياء ويتسمع فينا، كين نديروا ميزان ونوضع فيه اليمين ونزيدوا لها النذر ونحطوا منها الصلاة، أيهما أعظم إثما؟ الصلاة، ترك الصلاة. ترك الصلاة يا لمياء، كيفاش أنت خايفة من النذر وخايفة من اليمين وخايفة من الحنث في اليمين وخايفة من كلمة بالحرام وخايفة من كلمة بالكفارة وخايفة من كلمة باليمين وما كيش خايفة من صلاتك اللي راكي تركتها؟ لا لمياء، الميزان تاعك ماهوش صحيح. الحاجة الأولى على الإطلاق التي أنصحك بها هي أن تعودي إلى صلاتك. تقولي لا أقرأ القرآن ولا أصلي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة مرة. الحياة لا تستقيم إلا بالصلاة والصلة بالله سبحانه وتعالى، إلا بالصلة بالله، ولا صلة مع الله بدون صلاة، كانش صلة
واحد يزعم بأنه عنده صلة مع الله وهو لا يصلي، مستحيل مستحيل. بداية الأمر الصلاة. فالآن عهدي نفسك، مش عهدي نفسك، قرري أن تبدأي في الصلاة. هذا هو سيدة لمياء الحاجة الأولى. الحاجة الثانية سيدة لمياء، أنت تعيشي مرحلة وسواس، ولما يعيش الإنسان مرحلة وسواس الحكم يرتفع، ما يبقاش حكم، كاش حكم فقهي. إنسان شك في الصلاة نتاعه، الحكم الفقهي واش يقول؟ الفقه واش يقول؟ إنسان شك في صلاته بلك نقص، نقص ما قراش قراش الصورة بعد الفاتحة، واش هو الحكم؟ الحكم أنه يسجد قبل السلام للصورة التي تركها. طيب يقول النبي صح هذه تصرى لي كل يوم في كل صلاة، نقول له إذن الآن لا حكم لك، كاش عندك حكم، صلي صلاة عادية. هل تسجد؟ لا لا تسجد، ما عندكش سجود، ما عندكش حكم. لماذا؟ لأنك أنت دخلت في مرحلة المستنكح الموسوس. الموسوس يترفع عليه الحكم، وبالتالي نحي كلمة هذه بالحرام وبالكفارة وباليمين. أولا أنت قلتي كنت نكثر منها كثير، الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما تعرضوش ربي للأيمان تاعكم، الحليف تاعكم. العلماء يقسموا اليمين، يقسموها إلى ثلاثة: يمين غموس، ويمين منعقدة، ويمين لغو. اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم، يقول مثلا هو ادى القلم، يقول له لا ما اديته شحلف، والله ما اديته أنا، وهو اداه وهو يعلم. هذه تسمى يمينا غموسا من الكبائر، تغمس صاحبها في الإثم، والله ماني أنا اللي اديته، والله ماني أنا اللي درت، والله ماني أنا اللي هدرت، وهو اللي هدر، هو اللي تكلم، هو هذه فاعل. نعم، الذي فعل. هذه يمين الماضي، في الماضي. يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم، ويمين منعقدة هي المستقبل، والله لا أفعل، ما نديرش، راح ندير كذا، نقول كذا، ما نقولش كذا، هذه في المستقبل تسمى يمين منعقدة، تنعقد بها اليمين. وإذا كان ما درهاش دحلف على حاجة يديرها وما درهاش، أو حلف على حاجة ما يديرهاش ودارها، تولي عنده كفارة. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ويمين اللغو، اللغو هي اليمين اللي ما يحسبش عليها ربي، هي الحالة أن تعلم يا اللي هي اللي كل والله والله بالحرام مش فيق بعمره، خلاص جرات دائما في لسانه، دائما في لسانه جرات. أو الإنسان الموسوس ما هوش عارف، هذا لا حكم له، وبالتالي ما عندك حتى حكم سيدة، اطمئني نحي قاع من بالك هذه الأمور هذه. الآن جاوبني كثير، قلت جاوبني كثير من الآئمة، هذا دليل على أنك دخلت في مرحلة وسواس. إذن أنت ما كنت تبحثين عن الحكم، أنت يعني كنت حبيت تعالجي حالة وسواس اللي تعيشي فيه. هذه هي الحالة الأولى، الانطلاقة الأولى هي الرجوع إلى الصلاة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا لا تلتفتي إلى ما سبق، فأنت في حالة لا تحاسبين فيها. ثلاثة الإنسان اللي ينوي ينذر في قلبه، واللي يقول تلفت له قلت ما قلتش، هذا لا حكم له، متردد ومش عارف هل قال ولا ما قالش. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما تحدث، إن تجاوز لي ما تحدث عن أمتي ما تحدث به نفوسها، الشيء اللي تتحدث به في نفسها الله تعالى تجاوز عليه، راح ندير كذا، في قلبه يقول له كان يسرى لي كذا، راح نقدم كذا، راح نصوم، هذا قاع في حديث القلب لا حكم له، لا حكم له ولا يترتب عليه شيء. نتمنى تكون اطمأنيتي للسيدة لمياء، وما عندكش حل إلا أنك تعزمي.
نحي الوسواس من راسك، ما كيش تحوشي على حكم فقهي، نحي الوسواس من راسك. ربي أكرم من أن يعذبك بالوسواس، وخافي على صلاتك قبل ما تخافي على أيمانك، خافي على صلاتك قبل ما تخافي على اليمين تاعك وعلى النذر تاعك. الصلاة ما تبانش قدام النذر، وما يبانش قدام الصلاة نتاعك اللي ضيعتها السيدة الأمياء. على بركة الله، توكلي على الله سبحانه وتعالى، واتصلي بنا في يوم الأيام وقولي لنا إن شاء الله راني بديت إن شاء الله. بإذن الله تعالى إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يجزيك خير، ربي يشافيها ويحافيها. نستقبل مكالمة السيد محمد من تبسة. السلام عليكم. تبسة؟ تبسة يا محمد. أخ محمد. أخ محمد، السلام عليكم. نعم. سلام الله يكرمك. وش راكم؟ بس الله يخليك، عندي سؤال الله يسعدك الشيخ. تفضل تفضل. عندي ابني متزوج وساكن معايا وبطال. نعم. يخدمش. نعم. نقدر نمد من الزكاة ولا ما نقدرش؟ نعم. أنت اللي راك تصرف عليه يا حاج محمد؟ مع العلم لو كان نمد له من الزكاة قادر هو مثلا يقضي منها شيء للدار، هل جاي أم غير جاي؟ إيه. وشنو شيخ؟ يشري منها للدار. للدار. وأنت اللي راك تصرف عليه ولا لا لا؟ أنا نصرف عليه كلش، كلش علي أنا وبطال ما يخدمش. نعم، ربي يقدرك وربي يجازيك خير، وربي إن شاء الله يفرحك في القريب، وإن شاء الله يكون يخدم ويلقى خدمة اللي تليق به إن شاء الله. الله ان شاء الله. السيد محمد بارك الله فيك، ربي يحفظك. عندك سؤال اخر؟ عندي هذا السؤال الوحيد. ربي يقدرك ويفرحك في وليداتك ان شاء الله. شكرا، مع السلامه الاخ محمد. رقيه من سعيده، السلام عليكم. وعليكم الصحه، عيدكم كل عام وانتم بخير. يسلمك ويبارك فيك سعيد. عيد سعيد. انا بغيت نفهمكم ما فهمتونيش مليح، بغيت نعاود نفهمكم مليح. تفضلي سيده سعيد رقيه. أنا قلت له عندي ما مرت شو هادي الأم نتاعك. مرت شو هادي الأم نتاعك؟ مرت شو هادي زوجة شهيد. زوجة شهيد إيه؟ نعم. هي وجايبة أختي، جايبة بنت الكبيرة مع شهيد، أختي الكبيرة. أخت الكبرى بنت شهيد. بنت شهيد يعني ماشي من أمك؟ لا، من أمي، أختي من أمي، هي بنت شهيد. الأب مختلف. الأب مختلف. وأبويا هو الزواج من بعد تزوجها. نعم. احنا زوج بنات، أنا وأختي واحدة أخرى. يعني البنت الكبرى من أب من أم أخرى. من أب آخر. آخر. من أب آخر. من واحدة، احنا ثلاثة. إيه. واحدة بنت شهيد واحنا وأنا واحدة. واضح. زول. زيدي. زيدي. واضح. وزيدي كملي. اليوم نسمية مريضة، تعرفناها كمريضة في راسها شوية، وعندها الخلصة وراها عند نسيبها عند أختي هذه بنت شهيد، أختي الكبيرة. عودينا عودينا. قلت لك راهي عند بنتها، عند أمها. ها الكبيرة. الكبيرة اللي هي بنت شهيد. راهي عند الوالدة نتاعك. واه الوالدة تاعي راهي عند بنتها. واه. نعم. هي متكلفة، أختي هي من الخلصة. هي اللي متكلفة بالخلصة تاع المنحة تاع تاع أمي. واه. نعم. هي بغيت نعرف في دار منسال أنا وأختي واحدة أخرى من أمها ولا ما نسالش؟ صح، المنحة هذه لمن تصرف؟ للوالدة. يتصرفوا بها هما، هي مريضة مسكينة. ربي يشافيها. لا لا، المنحة كي تصرف؟ تصرف على باسم الأم نتاعك، مشي باسم الأخت تاعك. لا، الأم تاعي تروح تخلصها وتديها أختي. واضح. أيا بغينا نديروا فتاوى، تناقشنا شوية، بغات أختي تدير فتاوى، قال لها الزوج تاعها ما تديريش فتاوى. خلاص واضح. دوك الآن الشيخ بس عليهم. أيا أنا غير بغيت نعرف إذا إنسان من أمها ولا ما نساش، خاطش اختي هي اللي تتحكم في الدراهم. نعم. تقول لي 6 ملايين في التريميسه عندهم 18 مليون. نعم. تستهدف انت القر. واضح. هيا نحوس نعرف، واه غير نسال من ما ولا ما نسالش، خاطش اختي هي اللي تتحكم في الدراهم ماشي امها. نعم. واضح؟ واضح.
ربي يقدركم من العاصمة. زيدان من العاصمة، السلام عليكم. أخ زيدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، تفضل سي زيدان. أنا فضلك حبيت أسقسي الشيخ محمد. أو يسمع. مرحبا، مرحبا بك سيدي. أنا. تفضل سي محمد، تفضل. أنا لك الفضل. من حكم الشيخ، الشيخ من داخل جامع الإمام تاع مجلس الدنيا. أرفع صوتك الله يحفظك. نعم. أرفع صوتك. قلت لك الشيخ تاع المسجد سبني، واش نصلي موراه ما نصليش موراه؟ فيه امام المسجد معلم قران اللي قري الاولاد يصلي في الناس، هو اللي يسبني في المسجد. حكم الامام اللي يسبك في المسجد؟ ايه، هو معلم قران يقري الاولاد ويصلي في الناس في المسجد ويسبني، شو الحكم؟ ربي يهدينا ويهديكم ان شاء الله. شكرا الاخ اخ زيدان. طيب نعيم، نعيمة مصطيف، سلام عليكم. سلام. تفضلي سيدة نعيمة. حاولت نسقف الشيخ. تفضلي. عندي تماك ربيتي ديما خلتي ما خلاني بابا مولات عام ونص. نعم. وتربيت والخوالي حتى 23 سنة. ربي يحفظهم. ومن بعد كي كبرت تزوجت من دار خوالي هذي. نعم. بديت تما ولد خالي، خالي خو بابا خو ما من بويها برك، مش بوها من امها وبويها. نعم. دوك الراجل تاعي عاد ما يخلينيش نروح للدار هذيك اللي تربيت فيها وكبرت فيها، رغم اللي عمامه يعني هو ولاد عمامه وهذاك عاد ما يخلينيش نروح. نعم. يعني دوك واش يقول لي الشيخ يتبع رايه وما يخليني، يعني انا نشتي نروح ليهم وشاتي نروح ليهم وما نكتبش عليك ندعي عليه ونقول كي ما يخلينيش نروح ونخلط على ولاد خوالي تعبيت انا وياهم كبرت انا وياهم بصح هو هكذا تاغ الناس هكذا ما يخلينيش نروح وتما ولادهم كل عام زي انا في عمري 50 سنه وما كيما انا ولد خالي في عمره 36 سنه قال لك ما دخلت عليه ما تشوفيه وانا معيش مربيه طبيبي معي انا ندمطوا فيه كانت مريضه وذاك شحال ندمطوا ونغسلوا له ونمشوا له ونديروا له كلش. نعم. يعني نحوس على الشيخ يعني واش يفسدوا في هذه يقول لي برك يعني تما راني في واحد الحاله ما نكذبش عليك. نعم. تما خالد اللي تربينا توالو مات وقعدوا ولادو نورمال نخلي حضورهم ونحوسوا عليهم وندير ولكا هو كاع يقطعيهم انا في التليفون يعني نعيط لهم نهضر معاهم يقولوا لي خوتنا ما يقولوليش يعني بنت عمتنا بصح هو ما بحال ما يخلينيش نروح يظلوا يحاولوا فيا لا ما تجيش لا ما تجيش ما قدرتش نقول لهم اللي ما خلانيش ندير الشمس بصح ما نكذبش عليك الحال هذا انا خلقتني بسبب الحوت الاجابات. واضح واضح سيده نعيمه واضح ربي يقدرك ان شاء الله. نحوني برك واش ندير يعني اذا كان تبع طريق الراد لا حرام عليا تبع طريق الراد في الوطن ندير هذاك ما نعرفش واش ندير. يجاوبك الشيخ وينصحك ويوضح لك ان شاء الله وان شاء الله في القريب ان شاء الله نسمعوا اخبار ان شاء الله وترجع الامور كما كانت ان شاء الله. شكرا سيده نعيمه. شكرا ان شاء الله. شكرا. طيب فاطمه من معسكر سلام عليكم. سلام. تفضلي سيدة فاطمة. كيراكم؟ الحمد لله. كيراكم الشيخ تاعنا؟ بخير الله يسلمك ويبارك فيك سيدتي. تفضلي سيدة فاطمة. بغيت نسقسيكم. تفضلي. أنا ما ماتت و الله يرحمها. ماتت في العيد الكبير. الله يرحمها ويسعدها. هنايا كل عام نديروا لها هكا معروف. نعم. هي وصلنا ما درنا لهاش زعما قلبي ما راهش مساويني. نعم. أنا مشطنة عليها بزاف زعما. أدعي لها أدعي لها. وربي يرحمها ويسع عليها. للصبر. آمين ربي يصبرك إن شاء الله. واضح سيدة فاطمة. ربي يصبركم إن شاء الله والله يرحمها ويسع عليها. شيخنا. ربي يحفظك ويبارك فيك. آمين يا رب. ويوفقك إن شاء الله ويقدرك. ويفرحك في وليداتك ان شاء الله. امين يا رب. محمد بن تبسة عنده ابن راهو عاطل على العمل ويقول لك انا اللي نصرف عليه ويعني متكفل له يعني
كاع امور تاع المصاريف نتاعو تاع حياته اليوميه، عندي زكاه مال، هل يجوز اعطاء ابني هذه الزكاه؟ بارك الله فيكم. والله مش نقول له سي محمد، لانه العلماء مختلفين في الموضوع، منهم من يقول بان الزكاه تعطى لا تعطى للابناء ولا للاباء، والاكثر يعني انها لا تعطى للاباء. اما الابناء اذا كان مستقل، يعني خاصه متزوج بيت وحده، اصبحت النفقه ليست واجبه عليه، ليست واجبة على الأب. وما دامت ليست واجبة على الأب فجاز أن يعطى من الزكاة، يعني جائز. هل لما يتملك الزكاة، لما يعطى الزكاة يقدر يروح يشري قفة ويجيبها البيت؟ نعم. معناه يأكل منها باباه يمه. نعم، وهذا ما قاله. أي هذا هو المقصود. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندهم الخادمة في بيته بريرة، وكانت فقيرة، وكان يؤتى لها بالزكاة والصدقة، يتصدق عليها، ومرة على مرة يجيبوا لها صدقة. فمرة من المرات جت تقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم جزء من هذيك الصدقة اللي جابوها الناس. والمعلوم المعروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم البيت لا يأكلون من الصدقة، من الصدقة تحرم في حقهم. نعم. لذلك الحسين لما راح يأكل من تمر متاع الصدقة قالوا كخين كخين كخ، كما نقول احنا كما كخ كخ، يعني لا تأكل لأنه من مال الصدقة. فجابت له سيدة عائشة راح تجري قتلة، لا يا رسول الله، هذه من الصدقة اللي قدموها البريرة. قال لا، واش النبي صحح لها؟ قالها هي لها صدقة ولنا هدية، بمعنى أنه بريرة عندما أمسكت الصدقة واش صبح المال هذاك؟ صبح ملكها. نعم. وإذا صبح ملكها تتصرف، جاز لها أن تتصرف به. نعم. وبالتالي أنت كي تعطي لوليدك زكاة أصبح وداها في يده قبضها، أصبحت ملك له. ما له ملك له. نعم. أصبحت ملك له، وإذا تملكها جاز أن يصرفها كما يشاء، وإذا صرفها في البيت لا تعتبر زكاة عادت، إنما مال تاع وليدك، خلاص بمجرد أنك تعطيها لوليدك أصبحت ماله، ما عادتش زكاة، وبالتالي لا حرج في أن يصرف بها مرة أخرى على البيت. إن على كل حال يعني هذا رأيي أنا، افتيت برأيي بالجواز ما دام راه متزوج مستقل. ومستقل هو أيضا قال السي محمد، قال كي نعطي له هذاك المال تاع الزكاة يولي يتصرف ويولي يقضي ويكفيه هذاك العام، يكفيه قوت عام. هو الأصل هل يجوز نعطي له ولا ما يجوز نعطي له؟ قلت العلماء مختلفين، ولكن فيه توسع، بالتالي نفتيته بالجواز ما دام أنه متزوج وفي رقبته، في على ذمته امرأة أولاد، وبالتالي يعطيه، خير سيما إذا كانت هذه الزكاة تنفعه ولا يضر أن يعود بالنفقة فيها على أهل البيت اللي تعبباه واللي ينفق منه، فلا حرج في ذلك. الله يجزيك خير ويبارك فيك. سيدة رقية من السعيدة تسأل، تقول لك الأم نتاعي زوجة شهيد، والأخت الكبرى هي من تتصرف في هذه المنحة، يعني الأم نتاعي راهي مريضة وهي اللي تصرف، يعني تصرف على الوالدة نتاعي. تقول لك هل نحن الاثنان الأخوات الأخريات هل نستفيد من هذه المنحة أو نتصرف فيها كما تتصرف الأخت الكبرى؟ هي قالت ما فهمتونيش من قبل وقيلة. نعم، سألت السؤال هذا. دوك نقول احنا لازم تفهمينا. لازم تتبعينا رقية، سيدة رقية لازم تتبعينا باش تفهمينا. الحاجة الأولى، هل امرأة الشهيد واجب أن تعطى لها منحة؟ لا، مش واجب. مش واجب. كان يمكن أن لا تعطى منحة، هكذا ولا لا؟ نعم. الدولة الجزائرية كثر خيرها دارت منحة لأرامي الشهداء، ودارت منحة للمجاهدين. نعم. الدولة الوحيدة اللي في العالم ظنيت اللي عندها وزارة المجاهدين. المجاهدين. إيه نعم، يعني تقديس، لأنه ثورة نوفمبر هي ثورة باهرة،
يعني والحمد لله بفضل الشهداء وفضل المجاهدين ما بقاش راح الاستعمار من بلدنا وصبحنا أحرار ومستقلين والحمد لله يا رب العالمين. فنقول هل كان ملزوم على الدولة الجزائرية أنها تعطي منحة للمجاهد ومنحة لامرأة زوج الشهيد؟ قلت لا موجود. فتكرمت الدولة وأعطت منحة للمرأة الشهيد زوجة الشهيد. لما تعطي لها المنحة هذه هل هي منحة ذلك الشهيد؟ لا، ليست منحة الشهيد، إكراما لهذه المرأة التي توفي زوجها أعطيت منحة، وبالتالي المنحة أصبحت ملكا لزوجة الشهيد. بغض النظر بعد ذلك، بغض النظر عن ذلك عن أي ملابسات، المال الذي تعطيه الدولة، وزارة المجاهدين تعطيه لأرملة الشهيد، هو مال أصبح ملكا لزوجة الشهيد. كما قلنا للزكاة أصبح ملكا لزكى عليه. نعم. الأخ محمد. أطال الزكاة. ابن محمد. أصبح ملك. نعم. صح. وإذا أصبح ملكا لأم الشهيد، لزوجة الشهيد، هذه الزوجة زوجة الشهيد لها مطلق الحرية في التصرف في مالها. نعم. تصرف كما تحب. هل هي ملزمة ألا تنفق منه إلا على ابنة الشهيد؟ قلك لا، هي ملكها. والآن ابنتها من الشهيد وابنتها من رجل آخر، في الحكم الفقهي الشرعي رام في مرتبة واحدة. رام في مرتبة صح. هذيك باباها شهيد، نعم، وربي يرحم جميع الشهداء، صحيح. لكن تكلموا على المال اللي تحصلت عليه، المال وبنتها هذه من الشهيد وبنتها من رجل واحد اخر جديد واحد اخر ثاني، بناتها هذو بناتها راهم متساويين في البنوة. نعم. متساويين. لو كان تموت يورثوها بنسبة واحدة في ثلاثة، بنسبة واحدة، ما كاش قال بنت الشهيد تدي اكثر، لا، نسبة واحدة. وبالتالي البنات راهم في مرتبة واحدة وفي مرتبة واحدة عند أمهم. احنا هنا ما تجيش بنت الشهيد، ما تجيش زوجة الشهيد، تجي أم عندها مال عندما تصرفه على أبنائها، نقول لها اعدلي بين أبنائك في المنحة والإنفاق. وبالتالي الأم راهي عندها مطلق الحرية. الآن تقول باللي الأم راهي ماهيش في كامل وعيها، وأختها هي التي أي ابنتها يعني هي التي تتصرف بدلا عنها. أولا لا يصح لها أن تصرف هذه المنحة إلا على الأم ولوازمها، على الأم ولوازمها، ها هكذا، كل أم وما تحتاجه. الذي يقوم على هذا المال، الذي يقوم على هذا المال هو اللي يتصرف، هو اللي راه عنده هذا صاحب المال، هو اللي راه في كفالته، يديه ويجيبه ويغسله ويقوم به منه كذا، هل يستطيع أن يأكل من هذا المال؟ عندنا جواب في القرآن الكريم، ومن كان غنيا، فمن كان غنيا فليستعفف، إلا كان غني ما يدناش لهذا المال، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إذا كان محتاج إلى هذا المال يدي منه بالقدر الذي يحتاج إليه، ما يزيدش. تديه هي واش تصرف والباقي تخليه، أما أنها تصرف شوية على يماها والباقي تديه هي، قلها لا يجوز هذا، إنما تأخذ تصرف على أمها وتأخذ منه الذي تحتاج إليه جزاء مقابل القيام على إمها، والباقي وش يصبح؟ يصبح حق الأم، بمعنى أنه إذا ما احتاجتوش الأم يصبح مخبي دراهم، مخبيين ما يجوز لاش تتصرف فيهم، الدراهم مخبيين، هذا هو الحكم الفقهي. إذا تصرفت في هذا المال كله، معناه المنحة لما تجي تصرفها كاملة على أمها وعلى نفسها بالواجبات وبغير الواجبات، بالمباحات وبغير المباحات،
نقول لها فقد أسرفت وتجاوزت الحد الذي لا يجوز لها أن تتجاوزه. وهنا أولادها في ثلاثة، بناتها في ثلاثة، يصبحوا في مرتبة واحدة لأن المال أصبح مال الأم. نعم، بارك الله فيك، الله يجزيك خير ويبارك فيك. زيدان من العاصمة يسأل، لديه يعني مشكل مع إمام، يقول لك احنا ما قدرش نوجه الاتهام لهذا الإمام، لكن يقول سبه الإمام، كيف يتعامل معها؟ أولا ما كان للإمام أن يفعل هذا، سواء كان معلم قرآن أو مؤذنا أو إمام صلوات خمس، إماما معلما أو إماما مدرسا أو إمام أستاذا أو ممتازا، لا يصح له أن يفعل هذا. الإمام إمام العامة وينبغي أن يحضن الجميع، نعم، ويصبر على أذى الجميع، هذا هو الإمام. الإمام أب يتعامل مع المصلين كأنهم أبناؤه جميعا، نعم، وكل واحد عنده حق وقدر إيه ليه معه. الآن أنت عندك مسجد في البلدية نتاعك، كاين ثلث مساجد مثلا على سبيل المثال، ثلث مساجد، وأنك تحافظ على الصلوات الخمس، بصح قلت أنا ما نصليش وراء هذا، نروح هنا في المسجد هذا، هل الشرع يحاسبك على هذا؟ نقول لك لا يحاسبك، ما حبيش تصلي وراه تصلي وراه هذا، صلي على راك كاش مشكلة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، لا يوجد في الحي إلا هذا المسجد الذي سبك فيه الإمام، وما كانش مسجد آخر، وأنت تترك الجماعة صلاة الجماعة تتركها لأجل أنه سبك، وما تروحش للمسجد وما كانش مسجد واحد آخر تروح ليه قريب، وبالتالي تصلي في بيتك، نقول لك هنا قد خالفت السنة والهدي النبوي. نعم، أك مخالف، أك دخلت في البدعة. لماذا؟ الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوي يقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. البر الماديا وتاقي ومسقم، وفاجر، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وفجوره عليه. أنا مانيش ملزوم باش كي ندخل المسجد نحوش شكون هو الإمام، فلان، عقيدته سليمة غير سليمة، توضى ولا ما توضاش، هذا موالف، يدير كذا ما يدير، شرعا لست ملزم. أصلي ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، أي واحد ندخل المسجد صوت الناس يصلوا وراه أنا أصلي وراءه، وأمره إلى الله بعد ذلك، أمره إلى الله بعد ذلك. فأنت وحدة من حالتين، باش تترك الجماعة والجمعة من أجله، نقول لك لا، أنت راح سترتكب منكرا وسترتكب بدعة من البدع. أما إذا كنت ترى تروح تصلي في مسجد واحد آخر، راك حر يعني في الحية، لأنه قال لا تشد الرحال، معناتها ماشي تروح تسافر باش تصلي في مسجد واحد آخر، راه في الحي نتاعك، فبالتالي لا 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 ليست من شد الرحال، وبالتالي لا حرج. وأنا نقول لك طهر قلبك من كل شيء، دعه لله. أنت جيت علاش راح تصلي؟ تصلي لله ولا له؟ تصلي من أجله؟ لا مش من أجله، تصلي لله تعالى، ولا يهمك فيه، صلي الصلاة وخلي أمره لله سبحانه وتعالى، والله يهديه إذا كان السب ولو أي وش دار، ما هوش مبرر الإنسان باش يسب. رانا عايشين في المساجد ونعرفه، الإنسان باش يوصل هذه المرحلة راه غلط بالبزاف باش يسب، باش يوصل يسب الناس ولو بأي صورة من الصور، لأن الإمام ينبغي أن يكون صدره واسعا، لا ينبغي أن يكون كذلك. ويسمحوا لي السادة الأئمة، يعني مش نقول باللي معناه المواطنين يديروا واش يحبوا وهما لازم يصبروا، لا، لأنه هو راه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يجي واحد يشد يدلو هاك يجبدو حتى يؤثر في رقبته، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك في وجهه، يقول له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال ما أريد بهذه القسمة وجه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. سيدنا عمر رضي الله عنه واللي قريب من البوصلة تعود تتوضر له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صابر،
وما أوذي أحد مثل ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. خلاص. نعم. شكرا عبا، تفضلت بالإجابة عن أسئلة المتصلين والمشاهدين. الله يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. جنبتي. الله ينفع بعلمكم إن شاء الله. ربي حفظك. فاطمة من معسكر والسيدة نعيمة من سطيف. غدا إن شاء الله ستكون الإجابة. استودعكم الله والسلام عليكم.